وليس هذا فقط، بل جاءني كتاب تشجيع من الشيخ حسن البنا رحمه الله، وكم أنا آسف أن هذا الكتاب ضاع مني ولا أدري أين بقي. ثم نحن دائما نتحدث بالنسبة لحسن البنا رحمه الله، فأقول أمام إخواني إخواننا السلفيين وأمام جميع المسلمين، أقول لو لم يكن الشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم هو أنه أخرجهم من دور الملاهي في السينمات ونحن ذلك والمطاعم، وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة أنا وهي دعوة الإسلام. لو لم يكن له من الفضل إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا. هذا نقوله معتقدين لا مرائين ولا مداهنين.